السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم. النهارده فيديو جديد هنعمله من بواقي القماش، فستان جميل قوي قوي او يعتبر قطعه فوق كده للاطفال، شكلها حلو قوي قوي. نعمل لايك وكمان نشترك في القناه وما ننساش نتابع كورس تعليم الخياطه على القناه خياطه اسهل مع ام عبد الرحمن. نبتدي على بركه الله. الموديل بتاع النهارده اهداء للاخت سهام، يعني صراحة موديل شكله حلو وبسيط عجبني جدا، فانا قلت هنفذه النهاردة معاكم مع بعض ان شاء الله. تمام، اول حاجة وكل مرة بنقول لازم نقيس خط الظهر، خط الظهر ده على اي طفلة هو ده اللي هيظبط لي الموديل بتاعي. تمام، فانا هقول ان خط الظهر هنا 30 سنتي، وهقسم بالنص اهو 15 سنتي كده، ال30 شاملة كمان الخياطة. ده كده نص خط الظهر. تمام، وبقيس طول الحزام زي ما قلنا لغاية الوسط 30 سنتي اهو، نصها 15 كمان، بقسمها كده بالنص علشان اعمل الجيرو او الابط. الناس اللي بتسأل يعني ايه جيرو، يعني حردة الابط. تمام، بسيط، وهنا لغاية هنا سهل وما عندناش اي مشكلة اهو. احنا في فترة الحظر فمفيش نجيب ورق دلوقتي، مكاتب كلها قافلة فاحنا بنتصرف. تمام، طيب الجزء اللي بعد كده هو دوران الصدر. بلف المزورة كده بشكل مستريح اهو 71، وباخد ربعها اهو، بحطه بالشكل ده كده. موديل عندي تقريبا انتهى، لان دي اهم حاجات انا بعملها فيه اهو، وبنزل كده وباخد الخمسة سنتي اللي انتوا عارفينها دايما بيقولوا عليها كل مرة بتاعت الابط، وبنزل الواحد ونص برضو اللي احنا بنقول عليها اهي، 5 سنتي بتاعت الرقبة عفوا، 5 × 5 سنتي اهو. ما تعملهاش قوي، انا مش محتاجة ان انا دلوقتي اعمل الجزء ده. تمام، طيب الموديل بتاعي انا محتاجة فيه لغاية الجزء ده بس اهو. تمام، التعديل كله هنا، كل اللي انا رسمته ده علشان بس يعني نشوف مع بعض احنا هنبتدي الحمالة بتاعتي منين. تمام، انا مثلا هعمل الحمالة بتاعتي 7 سنتي، الحمالة بتاعتي 7 سنتي، فانا بقسم الموديل بتاعي كده اهو، كل القصة دي عشان بس اعمل كده. تمام اهو، عشان يطلع مظبوط 8 سنتي بتاعتي هنا كده، عشان بس يطلع الشغل بتاعك مظبوط. تمام، طيب فاضل بس ان انا اشوف الحمالة. الحمالة كده انا هدخل 6 سنتي اهو، وعرض هقول لكم عرض المسطرة اهي، عرض المسطرة. تمام، يبقى كل الفكرة في الموديل بتاعي هو الجزء ده، ان انا بس عملت الباترون عشان خاطر اوريكم ازاي تعملوا عليه القصة. شايفين كده القصة هتقص فين اهي، الحمالة مستحيل الحمالة هتطلع واسعة او هتطلع كبيرة لو انت عملتيها بالطريقة دي. الحمالة اهي، ده الباترون بتاعها، وده الجزء اللي احنا هنشتغل عليه من اسهل الحاجات والموديلات اهو. ده كده الجزء بتاعنا الاولاني، الموديل شكله حلو قوي هيعجبكم ان شاء الله. تمام، وده الجزء اللي هو بتاع طول الفستان او طول البلوزه، وانت دي بتحدديها زي ما انت عايزه اهي. حددي الطول بتاعها زي ما انت عايزه
تمام. وزي ما قلنا لازم نيجي طهران كده علشان خاطر ما يجيش مجنح. بس هو كده الموديل خلص تماما اهو، والقصة بتاعتنا اهي، وكمان الحمالة زي ما شفتوها تمام. تنفيذ الكلام ده على القماش ده بواقي زي ما انتم شايفين كده اهو. انا عايزه اقول لكم المتر من ده ب 15 جنيه بس، انت محتاجه يعني تقريبا ربع متر. شايفين؟ خدوا بالكم بس من التطبيقه دي اهي الشكل ده. بطبق تاني علشان انا هعمل الامام والخلف كل واحده اتنين عشان بالبطانه بتاعتها اهو. طيب شايفين؟ طيب القصه بتاعتنا اهي، مش عايزه غير بس مسافه الخياطه اللي انت هتسيبيها. كده تمام قوي. وبعمل علامات وبقص على طول. وهعمل كمان الحمالة من نفس البواقي كده بتاعت القماش. بطبق برضو واعملي حساب الواحد سنتي بتاع الحمالة. الشكل ده كده، دي الحمالة الاولى ودي الحمالة التانية تمام. طيب نشوف بس الجزء ده اللي احنا قصيناه اهو، الباترون بتاعنا. ده كده الامام والحمالة بالشكل ده، والخلف برضو لازم يكون اتنين علشان بالبطانة بتاعته. وهوريكم كل حاجة واحنا بنخيطها عشان تكون موضحة تمام. طيب انا عندي خلاص الجزء ده عملته. الجزء اللي تحت بقى اهو برضو معايا ربع متر قماش قصايص او نص متر زي ما تكون متوفرة عندك على قد الطول اللي انت عايزاه. انا بزود على الكشكشة، بزود علشان اعمل كشكشه. المهم ان انا بعد ما ازود لازم اوصل لغايه الجزء ده كده اهو تمام، لازم اوصل لغايه الجزء ده. طيب انا بقسمه كده بالنص بالظبط، وانا محتاجاه فعلا كده نص متر. يعني الفستان ده مش هيكلفنا حاجه خالص خالص، ممكن تلاقي بواقي القماش دي عندك في البيت تمام. تعالوا بقى نشوف الخياطه عشان نركز عليها اكتر. اول حاجه الحماله بعملها بالشكل ده اهي، وخيط تاني على الجنب التاني بيديها شكل احلى اهو. الحمالتين اهو تمام، خلاص خلصت الحمالتين اهم حاجة. طيب هنا الامام محتاجة بقى مكان الحمالة تمام. طبعا لازم تخيطي الجزئين دول ببعض، لازم تخيطي الجزئين دول ببعض اهو من كل اتجاه على بعد الواحد سنتي اللي احنا قلنا عليه. الناحية التانية والقطعة التانية الخلفية بنفس الطريقة. اهو زي ما انتوا شايفين خيطنا ناحيتين، بقلب كده
اهو تمام. هنا لازم اعمل الحمالات تمام. طيب تعالي خدي كده اول واحده، انا بس بوريكم شكل البطانه عشان الناس اللي بتسال دايما انت ليه بتعمليهم اتنين اتنين. تمام طيب البطانه اهي، شايفين الحماله انا بدخلها من جوه كده اهي، هو الواحد سنتي بس اللي احنا قلنا عليه تمام. بخيط برضو بدخلها من جوه عشان اخدها معايا في الخيط اهو. عشرة كمل كده خلاص الجزء ده خلص تمام. القماشه الحمراء بقى بنتنيها كده التانية اللي انتي محتاجاها اهو تمام. الاول بنتني الطرف الاسفل. طيب انا مش بعمل حاجة غير اني بس كده بشبك الجزء ده كده وبحط دبوس كده على القماشة دي تمام. واجي عند خط الجنب التاني واروح برضو حتى دبوس عند الناحية دي اهو، او ممكن طبعا اكشكش على ايدي وبعدين اخيط، ان الجزء ده هو اللي هيتكشكش بتساوي تمام. وطبعا يستحسن للمبتدئين يكشكشوا على ايديهم الاول اهو. موضوع سهل قوي وبسيط اهو، نفس النتيجة بتاعت الدواسة، الغلبة بتاعت الدواسة، ونفك ونحط دواسة تانية وتنرفز منها في الاخر وبنشيلها اهو، شايفين نفس النتيجة اهو. بنوزع الكشكشة اهو، ده كده شكله زي ما انتوا شايفين. طيب في كده زي كمين على الكتف، بطبق قماشه زي كده اهي، بس بحاول اخلي منها جزء للفيونكه مش مشكله، بقصها بشكل دائري وبرده بالبطانه بتاعتها اهي. ونبتدي تركيب الكم هنا بالشكل ده، ونعمل كسرتين هنا عشان يديله الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. اتمنى الفيديو يكون سهل وبسيط، ما تنسوش تعملوا لايك، وبشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.